مساء الخير عليكم جميعا، أتمنى تكونوا بخير وأفضل حال يا رب. راح أبدأ أفلوج معكم اليوم من البيت، بس بنطلع نكمل برا. شوفوا الفلوج اليوم عبارة عن طلعة في الاستراحة، جمعة عائلية بتكون مرة حلوة. تكون قبل فترة قلت لكم إنه خلاص بنبدأ نحلل الإجازة، فعليا بدينا جمعات وكذا أشياء حلوة. اكتبوا لي تحت إيش مسوين كذا قبل الدوامات، بديتوا تطلعون تسوون. ترى مو لازم انه تحجزوا استراحة او تسافرون، تقدرون تسوون في البيت جلسات موفي نايت، جمعات عائلية كذا تكون خفيفة وحلوة. بس قبل كل شيء خلوني اسوي لي قهوة تركي ونروق ونبدا يومنا ان شاء الله. قبل ما اسوي القهوة التركي، كثير بنات لما اسوي قهوة يسألوني من وين اخذت هذول، هذول اخذتهم من الرفاعي، بس لا اقولهم من اي محل، اي محل يوفر لكم اشياء زي كذا، بس يفضل تكون يا مصري يا هندي، وغالبا تكون مصري. شو طريقتي بالقهوه التركي؟ نفس الكوب اللي بشرب فيه اعبي مويه واحط على طول في الركوه. اما هذه ما اعرف شو تسمونها، من وين اعبيها؟ من داخل اعبيها، بسم الله أعبيها من هذا. كحول تكون نسبتها 70% وفوق. أنا أخذها من الصيدلية، أول مرة أخذها من أبو خمسة، قلت أجربها، إذا أوكي خلاص أعتمدها وبس. والقهوة بحط ملعقة كاملة. نوع القهوة اللي أستخدمها تركي، من شركة والله ما أعرفها، مشهورة طبعا الشركة اللي جت يعني كذا مشهورة بالبقلاوة وكذا، من تركيا جابها لي أخويا. بس خلاص ملعقة مع قهوة تغلي تصير جاهزة. الحين راح نتوجه بإذن الله للاستراحة. ترى شكلها مرة حلو ومرة هادية، جدا حلوة، أحسها كأنها سبا أكثر من استراحة. أنا توقعتها استراحة بس لا، سبا أكثر، مرة حلوة. خلنا نغرف نشوف إيش فيها. كيف تنفتح؟ أها ما شاء الله، بعد مضبطين الوضع، سماعات. هذا الصالة اللي شفتوها من شوية يدرسون فيها، فيها تلفزيون، فيها سماعات. هنا نفس الغرفة استراحة لو حد بيرتاح أو حد بينام. بسم الله، لا لا لا، مرة مرة شكلها مريح ونظيف، ريحة النظافة يا بنات ما شاء الله، مرة حلوة حبيت. شوفوا ايش ريحتها، ريحتها نظافة. هنا منطقة كذا مطبخ صغير، هنا حقة القهوة التركي،
مرة حلوة. يلا خلينا نبدأ يومنا اللطيف مع بعض، نرتب أغراضنا. بدينا نجهز أغراضنا، حطينا القهوة الباردة هنا، هنا جالسين نجهز الموهيتو. هنا تجهيزاتنا وقعدتنا، جبنا الشيبس، بطاطس، كوكيز، الحب للي يبغى أحد حب، وجبنا هنا نفس العشاء على سناك خفيف. الحين جا وقت الطبة في المسبح. شوفوا لبسي، لبس السباحة أخذته من شيئاً جدا حلو مريح. كان ودي إنه كله يكون أسود، شوف كيف شكله، كان ودي كله يكون أسود في أسود، بس للأسف. بس يلا ألوانه بحرية ما هي بشيء. جالسة كنا ناخذ بريك، ما ادري بعد كذا ممكن نشوف موفي نايت، نشوف شيء ما ادري. طعمها يجنن، لازم احط لكم طريقتها بنات، جنن مرة لذيذة. قاعدة أحاول أشوف مكان ينفع نشوي فيه، لأن تعرفون هنا نفس يعني شيء مكيف صناعي وطبيعي، وهنا خشب. ممكن هنا، هنا حلو، بسم الله، هنا أحس مناسب. بجيب لي كرسي، طبعا أنا اللي بشوي لهم، أنا تبرعت إنه أنا اللي بشوي، ترى أنا هذا جوي، أحب أشوي أسوي أجواء كذا. بروح اجيب اغراضي وارجع واوريكم الاشياء اللي انا اعتمدها بالشوي عشان ما اتعب، يكون بسرعه بسرعه متخلص. تعرفون انا ما احب الاشياء هذه تاخذ وقت. شوفوا جبت الكرسي هذا هنا، شوفوا اول شيء شغلت كشاف وطليت في الفتحات هذه كلها، خفت انه يكون في حشرات او بريعصي او شيء. المهم جبت الكرسي ذا وبحط الحين لي كذا قهوه او شاهي واجلس اشوي، بسم الله. شوفوا هذا شريته من تميمي، سعره 34 ريال. شايفين كيف شواية جاهزة بفحمها، بالولع السريع الاشتعال، بكل شيء. الحين بفتحها معكم وشوفها، في مقاسات، في أصغر، أصغر من كذا، في النص يعني، ليه من هنا لين هنا. أظافري تدمرت من المسبح، أحسها صارت شفافة. المهم من هنا لين هنا
وبس الحين بفتحها معاكم. شوفوا بعد ما فتحت الكيس تشيلون هذا بس على طول الكفر، تلاقون الشبك. راح افك الشبك الحين عشان افضي الفحم، الفحم يكون زي الكيس. بسم الله. شايفين كيف قاعد يسبحون ومبسوطين من جد، الله يسعده. واحد من اخواني هو اللي ضبط لنا السالفه هذه كلها، الله يسعده. الشيء اذا جاء فجاه مش انتم اللي خططوا له، شخص ثاني سوى لكم تخطيط كذا رحله حلوه، من جد اسعدنا، الله يسعده. هذه ما ادري هي قابلة للاشتعال ناسية او كذا. شوف يكون فيها كيسين جمال. غالبا ان هذه يمكن ثانية هي اللي سريعة تشتعل، ما ادري. بس حلفتونا بعد فيها لنفس الاستاند حديد عشان يدخلها الهواء وسريعة تشتعل. ايوه هذا اللي سريع تشتغل، بسرعة بتشتغل لكم ان شاء الله، ما تاخذ وقت. روح عند جودي، يلا روح عند جودي، يلا. شوفوا كيف بدت تتشب، شوفوا هذه هذه اللي هنا اطراف واحدة، شوفوا كيف بسرعة تشب كذا، يدخل الهواء بسرعة ما تاخذ وقت صراحة. بجلس اريح لين تفحم من نفسها. شوفوا فوق حاطين جبوا اللحم، شفتوا كيف ما اخذت وقت ابدا، اخذت بس يعني كم ولا شيء، شغلتها قدامكم والله ما سويت اي شيء من ورا، يعني مو انه طفيت سكرت الكاميرا وجلست اشبه وكذا، لا بس حطوا القماش هذا اللي يعني قابل الاشتعال بسرعه بتشب لكم. بنتظرها بس لين تجمر يعني يروح الشبة. شوفوا تحت هنا فيه الصحن اللي فوق هذا سلطات، واللي تحت لحم البرجر. احنا ما راح نشوي اسياخ ولا راح نشوي اي شيء، بنشوي بس برجر، احسه اسهل في الرحلات وكذا اسهل. شغلت لكم الفلاش عشان تشوفون اجواءنا، ويلا نبدا نشوي. وهذا لحم البرجر، تذكرون اللحم اللي شفته معكم امس اظن او قبل امس من التميمي؟ خلاص انا اجيبه نوع لحم مفروم احبه يعني اكثر من مره. لحم مفروم اللي استخدمه اسمه برازيلي مبرد، مفروم يكون مفروم جاهز. اشوف انه تعرفون افضل انواع البرجر مطاعم البرجر اللي تبيع لحم برجر حقيقي نفس كذا، احسه نفس طعمه. المهم ان امس جبت وحدود يمكن 2 كيلو كذا، وقرصتها نفس كذا نفس حجم البرجر، وحطيت ورق زبده عليها. شو سويت كميه كبيره، والحين ببدا اشويها معاكم. احسها شويه باردة، يفضل اني اخليها شويه بس، في كم حبه شويه مفكوكه ببدا اسويها. احسنا خلاص قرب يستوي، بقص واحدة عشان اشوف. نفس ما قلت لكم استوى، الحين بس احط الجبن عليها واخليها تذوب شوية.
أول شيء راح أستخدم الصوص هذا. اللي تابعني يعرف إنه أنا ما أستخدم الصوص هذا، في نكهة أصلية تكون طعمها مرة لذيذ، نكهة البرجر الأصلية من نفسها جودي. بعد كذا شوية كاتشب، هذه أشياء ستاندر الكل يحبها، ما في أحد يحبها واحد لا. بسم الله، هذا اللي قصيناها أول مع بعض. راح احط شوية هالبينو، الحين ببدأ احط السلطة اللي جهزت. شوفوا اول شيء مبدئيا السلطة اللي جهزتها طماطم خيار، لازم شرايح بصل بالنسبة لي مع البرجر وخس. يلا اول شيء راح احط كيف صارت مع السلطة تشهي أكثر، بس آخر شيء راح نحط السلطة. شوف كيف شكلها تشهي ما شاء الله، جدا مشهية. الحبات اللي بقت وأرجع لكم بس عشان أوريكم إنه الفحم هذا جبار صدق، إنه سريع اشتعال بس ترى يطول. شوفوا كيف هذه خلصت الدفعة الأولى، الحين بحط الدفعة الثانية زي ما هو نفس ما هو، يا صراحة ما تغير. صدقني يا ولدي انا ما اعرفش عربي فين اصلا، وانا لو اعرف كنت قلت لك على طول. انت بتتكلم منين؟ ابويا ربنا هداني. بس يا صاحبي يا والدك بقولك ايه؟ ايه؟